هذا ويقيم وفد المنتخب الوطني بفندق ليزوتو سان بالعاصمة مصيرو. النهار دخلت الفندق الذي سيقيم فيه الخضر قبل قدومهم، والذي يبدو جد متواضع على الرغم من أنه من أحسن الفنادق المتواجدة بعاصمة ليزوتو. طبعا يأتي هذا انطلاقا من الوضعية الاقتصادية والمعيشية الصعبة لسكان هذه الدولة الفقيرة. أكثر تفاصيل مع موفد تلفزيون النهار كمال ماوي. هذا هو فندق ليزوتو سان، مقر إقامة المنتخب الوطني بالعاصمة اللوزوتية مصيرو، تحسبا لمواجهة المنتخب الليزوتي الأحد القادم. هو أحد أفخم المنتجعات هنا في مصيرو وعددها قليل بالطبع، والمنتخب الوطني حجز طابقا كاملا واشترط عدم توافد الكثير من السياح حتى يحافظ المنتخب الوطني على تركيزه وعلى راحته، وهو ما يأمل فيه رئيس الاتحادية الجزائرية التي رافق الوفد إلى هنا، وسبقه أيضا وليد صادي مدير المنتخبات الوطنية الذي وفر كل ظروف الراحة للاعبين قبل التحاقهم ب 24 ساعة. من فندق ليزوتو سان كمال ماهوي، تلفزيون النهار، ليزوتو.